السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب براقي وعلى الوضعيه نتاع العشب الطبيعي في هذه يعني الاسبوع هذا الماضي، ويعني اللي راه وكذلك عن اشغال نتاع وضع الجودرون البيتيوم حول الملعب في الفضاءات اللي يعني اللي تفصل يعني المربع نتاع كره القدم مع المدرجات، فيه عملية لوضع الجودرون إذن. ونلاحظ أنه العشب الطبيعي أصفر، والآن راهي محاولات لإعادة إحيائه وإعادة يعني تغيير البقع اللي كانت متضررة. نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.